رغم التزاماته بقضايا البيئة وتاريخه الطويل في الحملات للحفاظ عليها، لن يحضر الملك تشارلز الثالث قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ. الاعتذار عن الحضور جاء بعد اعتراض رئيسة الوزراء ليز تراس على مشاركته، بحسب صحيفة ساندي تايمز التي قالت إن الخلاف على السفر يرجع لخطط تراس الاقتصادية التي تواجه انتقادات كونها تقلص التزامات بريطانيا بشأن تغير المناخ. من جهة أخرى، الحكومة البريطانية تضم وزراء أعربوا عن شكوكهم بشأن ما يسمى تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية في 2050. في النهاية، قصر باكنغهام قال إنه تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين، لكن العبرة ربما في قوة النصيحة الملزمة التي قدمتها الحكومة للملك. أول خلاف بين الملك ورئيسة الوزراء في بريطانيا، عنوان هذه المرة المناخ. في أي إطار يوضع هذا الخلاف الأول بين الجانبين؟ الإطار هو واضح، الملكية هي دستورية في بريطانيا، ملكية برلمانية، أي أن الحكومة لها الكلمة العليا على كل تصرفات العائلة الملكية، وعادة ما يوضع الملك أو يعني العاهل الذي المتوج بتصرف الحكومة لتقديم مصالح الدولة البريطانية. وفي هذه الحالة هناك يعني جدل ربما أساسي بسبب قرب هذه القضية، قضية المناخ والدفاع عنه، وعن يعني محاولات تصفير الانبعاثات، وهي الهم والشغل الشاغل لدول العالم كافة، أن يكون هناك إطلالة للملك تشارلز، وخصوصا وأنه على يعني تماس مع هذه القضية منذ عقود كما شرحتم في تقريركم. ولذلك قد تطرح علامات استفهام عن مدى العلاقة أو يعني استقرارها بين داونينغ ستريت وقصر باكنغهام في هذه الأسابيع الأولى من تولي الملك تشارلز الثالث العرش البريطاني. نعم، عادة ما تطلب إذا كان هناك قضايا قريبة من قلبه أو أنه يود المبادرة بها، تطرح ضمن القنوات الخاصة بين داونينغ ستريت وقصر باكنغهام وتطلب مشورة. هذه المرة المشورة جاء الرد عليها بالرفض، وطبعا طورتها صحيفة ساندي تايمز لتصرح أنه خلاف كبير، ولكننا قد نرى تداعيات ذلك في وقت لاحق. أستاذ محمد، المشكلة أنه نحن نعرف رأي الملك تشارلز الثالث فيما يتعلق بقضية المناخ، على عكس الملكة الراحلة كان موقفها غامض في هذه القضية. هل يجب على الملك تشارلز الثالث أن يشعر بخيبة أمل نظرا لعقود طويلة من عمله الشغوف فيما يتعلق بالبيئة؟ أنا أعتقد أنه من دون شك يشعر بخيبة أمل، ليس فقط على إلغاء الزيارة أو إلغاء حضوره الشخصي للمؤتمر، ربما يشارك في هذه القمة لحث الدول على يعني مجاراة ومراعاة رأيه بأن الوقت قد فات لإنقاذ البيئة. ولذلك ربما يعني يشارك عبر تسجيل، أو ربما يرسل ولي العهد الأمير ويليام لحضور المناسبة وتسليط الأضواء على أهميتها والضغط على السياسيين كي يتوصلوا إلى مخارج مرضية للجميع.